أهلا بكم. حتى الآن لقد استخدمنا التكامل لمعرفة المساحة تحت المنحنى. دعونا فقط نقوم بمراجعة بسيطة لهذا، بالرغم من أن هذا شيء طبيعي بالنسبة لكم. إذا لم يكن كذلك، ربما عليكم مراجعة تسجيلات التكامل المحدود. لكن إذا كان لدينا اقتران ما، هذا مخطط XY، هذا محور السينات وهذا محور الصادات، ولدينا اقتران ما لنسميه كما تعلمون، هذا Y تساوي اقتران ما من X. أعطوني X وسوف أعطيكم Y. إذا أردنا معرفة المساحة تحت هذا المنحنى بين، لنقل X تساوي A و X تساوي B، إذن هذه المساحة التي نريد معرفتها، هذه المساحة هنا الذي أفعله هو تقسيم المساحة إلى مجموعة من الأعمدة أو مجموعة من المستطيلات. دعوني أرسم أحد هذه المستطيلات بحيث يمكنكم رؤيتها، وهناك عدة طرق للقيام بهذا، لكن هذه فقط مراجعة. هذا ربما أحد المستطيلات. حسنا، المساحة للمستطيل هي فقط القاعدة ضرب الارتفاع. حسنا، سوف نجعل هذه المستطيلات ضيقة ومن ثم نجمع عددها، لذا نريد أن نجعلها صغيرة، لكن دعونا نسمي قاعدة هذه المستطيلات dx. ثم ارتفاع المستطيلات سوف يكون f الx عند تلك النقطة، سوف يكون ال f إذا كانت هذه x أيا كان، فقط نسميه f الx، هذا ارتفاع ذاك المستطيل. وإذا أردنا أخذ مجموع كل هذه المستطيلات، سوف يكون لدينا مجموعة منها، واحد هنا وواحد هنا، ثم سوف نحصل على المساحة. وإذا كان لدينا عدد لا نهائي من هذه المستطيلات وكانت ضيقة للغاية، يكون لدينا المساحة تحت هذا المنحنى بالضبط. هذا هو التصور وراء التكامل، والطريقة التي نكتب بها هذا هي التكامل المحدود. سوف نأخذ مجموع هذه المستطيلات من x تساوي a إلى x تساوي b، والمجموع أو المساحات التي نجمعها سوف تكون الارتفاع وهو f x، والعرض الذي هو dx سوف تكون f x ضرب dx. هذا يساوي المساحة تحت المنحنى f x y تساوي f x من x تساوي a إلى x تساوي b. وهذه مراجعة بسيطة، لكن آمل أنكم سوف ترون الآن التشابه كيف نمد هذا لأخذ الحجم تحت سطح. إذن قبل كل شيء، ما هو السطح؟ حسناً، إذن نفكر بثلاثي الأبعاد. السطح سيكون اقتران لـ x و y. إذن يمكننا كتابة السطح على شكل، بدلاً من y هو اقتران لـ f و x. أنا آسفة، بدلاً من القول أن y هو اقتران لـ x، يمكننا كتابة السطح على شكل z تساوي اقتران لـ x و y. إذن يمكننا النظر إليه على أنه مجال. المجال هو مجموعة الأشياء التي يمكننا إدخالها في اقتران. إذن الآن قبل المجال لدينا هو فقط، على الأقل كما تعلمون لأغلب الأشياء التي نتعامل معها، هو فقط محور السينات أو نوع من الأعداد الحقيقية التي تقع على محور السينات. الآن مجالنا هو مخطط XY، يمكننا إعطاء أي X أو أي Y، ونحن فقط نتعامل مع الأعداد الحقيقية من الآن. لا أريد الحصول على الكثير من التقنيات، ثم سوف أزيل رقم آخر، وإذا أردنا تمثيل ذلك بيانيا سوف يكون الارتفاع الذي لدينا، وهذا سيكون ارتفاع السطح. إذن دعوني أوضح لكم كيف يبدو السطح.
ثم سوف نقوم بمعرفة الحجم تحت هذا السطح. إذن هذا السطح سوف أخبركم اقترانه، لكنه دقيق جدا عند النظر إليه، لكن كما ترون إنه يشبه قطعة مثنية من الورق. لنرى، دعوني أقوم بتدويره للشكل التقليدي. إذن هذا اتجاه إكس وهذا اتجاه واي، والارتفاع هو اقتران على مخطط إكس واي. إذن كيف يمكننا معرفة الحجم تحت سطح كهذا؟ كيف يمكننا معرفة الحجم؟ إنه يبدو كامتداد قليلا بإعطاء ما تعلمناه من هذا، لكن ماذا لو سوف أقوم برسم ملخص للسطح هنا؟ دعوني أرسم بعض المحاور. دعوني أرسم بعض المحاور لنرى، هذا محور السينات وهذا، حسناً، محور الصادات وهذا محور زد. أنا متعجبة من الشيء الذي أرسمه. حسناً، إذن هذه إكس وهذه واي وهذه زد، ولنقل أن لدينا سطح ما. سوف أقوم برسم شيء، سوف أرسم شيء، أنا لا أعلم ما هو، سطح ما، هذا هو السطح. زد هو اقتران لإكس وواي، لذا على سبيل المثال لقد أصبح لدي تنسيق على مخطط إكس واي. لنقل هنا سوف أضعه في الاقتران وسوف يعطينا قيمة زد الآن، وسوف أضعها هنا وسوف تكون نقطة على السطح. إذن ما نريد معرفته هو الحجم تحت السطح، وعلينا تخصيص الحدود من هنا، من x تساوي a إلى x تساوي b. لذا دعوني أرسم مربع للتحديد أولا لجعله أبسط. لذا لنقل أن المجال أو المنطقة، ليس المجال، المنطقة لإكس وواي لهذا الجزء لدينا بعض المتغيرات، السطح، الظل سوف يكون هنا. دعوني أبذل جهدي لرسم هذا بدقة. إذن هذا ما نحاول معرفته، الحجم. حسناً، لنقل إذا أردنا رسمه على XY يمكنكم رؤية بروز السطح لمخطط XY أو ظل السطح لمخطط XY. ما هي الحدود؟ يمكنكم تقريبا رؤيته. ما هي الحدود للمجال؟ حسنا، لنقل أن هذه النقطة، لنقل أن هذه هنا، هذه 0 مع 0 على مخطط إكس واي. لنقل أن هذا الواي تساوي، لا أعلم، هذه واي تساوي A. هذا الخط هنا واي تساوي A، ولنقل أن هذا الخط هنا هو X تساوي B. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم. هذا مخطط XY، إذا كان لدينا X ثابتة سوف يكون خط هكذا، Y ثابتة الخط هكذا، ثم لدينا المساحة بينهما. إذن كيف لنا معرفة الحجم تحت هذا؟ حسناً، إذا أردنا معرفة المساحة
لنقل هذه الشريحة، لنقل أن لدينا في الواقع، لنقل أن لدينا واي ثابتة، ولنقل أن لدينا شريحة ما. لا أريد أن أربككم، لنقل أن لدينا بعض قيم واي الثابتة. أريد فقط إعطاءكم تصور، كما تعلمون لنقل إنها واي عشوائية، لكن لبعض قيم واي الثابتة، ماذا لو استطعنا معرفة المساحة تحت المنحنى هناك؟ حسنا، كيف يمكننا معرفة فقط المساحة تحت ذلك المنحنى؟ سيكون اقتران لأي واي نختار، لأننا إذا اخترنا واي هنا سوف تكون مساحة مختلفة، إذا اخترنا واي هناك سوف تكون مساحة مختلفة، لكن يمكننا رؤية هذا الآن، إنها مسألة مشابهة جدا لهذه هنا. ربما يكون لدينا دي اكس، دعوني أختار لون آخر بحيث يمكنكم رؤيته. لنقل هذا دي اكس، إنه تغير في اكس، ثم الارتفاع سيكون اقتران لإكس. إذن الارتفاع سيكون اقتران لإكس التي لدينا وواي التي اخترتها. وهذه واي ثابتة. إذن ماذا ستكون المساحة لهذه الشريحة من الورق؟ إنها نوع من قيم واي الثابتة، إنها شريحة من الورق خلال هذا الحجم يمكنكم رؤيتها. حسنا، سوف تكون، قلنا أن الارتفاع لكل من هذه المستطيلات هو اف الاكس واي، أليس كذلك؟ هذا الارتفاع إنه يعتمد على أي إكس أو واي نختار، والعرض سيكون دي إكس. ثم إذا أخذنا التكامل له من إكس تساوي صفر، على أي حال إكس تساوي بي، ماذا ستشبه؟ سوف تشبه هذا، إكس سوف تكون من صفر إلى بي، هذا مقبول، وهذا سوف يعطينا اقتران واي، هذا سوف يعطينا تعبير، بحيث يمكننا معرفة المساحة لهذا النوع من الشرائح لأي قيمة معطاة لواي. إذا كان لدينا قيمة لواي يمكنني إخباركم بالمساحة المتعلقة بتلك الواي. الآن ماذا يمكننا أن نفعل؟ إذا عرفنا المساحة لأي شريحة معطاة، ماذا لو ضربنا المساحة لتلك الشريحة بدي واي؟ هذه دي واي، دعوني أقوم بهذا بلون مختلف. إذن دي واي هي تغير بسيط جدا في واي. إذا ضربنا هذه المساحة بدي واي، لدينا شريحة من الحجم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. أنا أقوم بهذا، أقوم بأخذ المساحة عن طريق جعل المنحنى ثلاثي الأبعاد. إذن ماذا سيكون الحجم لتلك الشريحة؟ الحجم لتلك الشريحة سوف يكون هذا الاقتران لواي ضرب دي واي، أو كل هذا الشيء ضرب دي واي. إذن سوف يكون التكامل من صفر إلى بي لإف الإكس واي، إف الإكس واي دي إكس. هذا يعطينا المساحة لهذه الشريحة الزرقاء. الآن إذا قمنا بضرب كل هذا الشيء بدي واي، نحصل على هذا الحجم.
نحصل على بعض العمق. هذه المساحة الصغيرة التي ظللتها هنا تعطينا العمق لتلك الشريحة. الآن إذا أضفنا كل هذه الشرائح والتي أصبح لديها عمق الآن، إذا أخذنا الجمع غير المحدود، إذن إذا أخذنا التكامل لهذا من الحد السفلي لـ y من 0 إلى الحد العلوي لـ y a، ثم على الأقل بالاعتماد على تصورنا هنا، ربما سوف نقوم بمعرفة الحجم تحت هذا السطح. لكن على أي حال لا أريد أن أربككم، لكن هذا التصور حول ما الذي سوف نقوم به، وأعتقد أنكم سوف تجدون أن حساب الأحجام مباشر جدا، خاصة إذا كان لديكم حدود ثابتة لـ x و y. وهذا ما سنفعله في التسجيل القادم. إلى اللقاء.